Dans cette vidéo, on va faire une petite introduction à la programmation. Vous avez remarqué le groupe qui a un problème dans la programmation. C'est-à-dire, comment procéder à résoudre un problème qui nécessite la programmation. Mais bien que je jamais de la programmation, en réalité, à chaque fois, ديروا la programmation, بصح بلا ما على بالكم. حنا ما على بالناش، c'est-à-dire, بزاف حياتنا حنا ما خدوماش un clear programme. On le fait souvent, بلا ما على بالنا. Je vais vous donner un exemple, et on va voir كيفاش شي حاجة très simple, on va commencer à tous les حاجة كبيرة. Comment faire un programme. نبداو بان exemple très simple, qui est داخل في la culture تاعنا. هو تروح تشري الحليب. تروح عند البي سي تشري الحليب. Supposons machine d'ailleurs, il y a un robot, d'accord, un robot 100% jazairi, d'azair, il va le programmer, parce que nous n'aimons pas nous acheter le chili, donc on doit dire le programme là, le robot va te voler le chili au lieu que nous n'ayons, va te voler le chili, nous n'allons pas dedans, d'accord, on est tous d'accord, c'est bien, tu sors de là, affaire, bonne affaire, donc on doit dire le robot, là je dis, bon راح شري الحليب شري كل كو سوا لا كونتيتي بون لا كونتيتي نقولو زعما دو ساشي نقولو شينا دو ساشي تاع الحليب لو بروغرام هذا هو ديبي تلقى روبو راح يشري لي ساشي تقولو روح شري لي ساشي وعاود يولي يروح يشري لي ساشي ويعاود يولي مع سارتان مومون راح الروبو هذاك ما ولاش ما عرفش تحوسو عليه واش صرا هذا السيد ده وين راح هذا Finalement, الحليب ما كانش ما قلتلوش او كا او ما كانش الحليب اون ساشي واش دير دوك وقع دير يحتما ما على باش واش يدير ما يقدرش يولي باسكو بور لوي لازم يشري الحليب دونك البروغرام هذا ناقص لازم تدخل هذيك لي دي في الوسط سادير تو في دي سوبوزيسيون باسكو في لا رياليتي في لا براتيك الحليب ماشي طول طول اكزيستي في لي بي سي اون ساشي Bon, on va essayer d'améliorer le problème. D'accord? Bon, il y a deux cas, on a un épicier. Est-ce que quel halib en sachet? Donc là, est-ce que quel halib en sachet? Si oui. D'accord? Si oui, j'ai besoin de deux sachets. Alors, du l'état. Sinon, est-ce que quel halib condia? Ou là, quel halib condia chez une boîte? هنا نديرو هكذا باش يولي الدار لقيت حليب لقيت حليب كونديا شينا بواطا عاود ولي الدار سينو ولا ما لقيتش حليب كونديا عاود ولي الدار وخلاص كوم كوا ما لقيت لا حليب اون ساشي لا حليب اون كونديا اون بواطا هذاك دونك هذا سيت اون امليوراسيون بارابور البروغرام اللي فات دونك اون افي اون سارتان امليوراسيون قلنا له واش لازم بون زيدو On va essayer de l'améliorer encore plus. Toujours le halib en sachet, mais kanch, ou le halib sans sachet et chéri, ou le sinon, le halib kandia, ou le halib en poudre. Par exemple, le halib en poudre, chez une boîte, le halib en poudre, deux boîtes. C'est intéressant, là. Donc, vous voyez qu'il fait le programme commence à évoluer. C'est-à-dire, vous faites des suppositions. Le programme est comme il me chile, comme. D'accord? À la fin. ثاني حاجة مليحة صادير إيماجيني لو كان يروح و لي بيسي مغلوق باسكو لي بيسي يقدر يكون غالق دونك حاجة لو واش تقول تقول راه عندي بيسي و لقيتو مفتوح لقيتو مفتوح سي بون ادخل شوف ولا عندو الحليب اون ساشي ولا لقيت الحليب اون ساشي شي زوج عاود ولي سينو شوف الحليب كونديا ولا لقيت شي بواطا وعاود ولي سينو ولا مبقيتش حليب كونديا بون هادي هنايا هذه لي فورس هذه هنايا داكور هذه ما تكونش هنايا ماشي مشكل سي با ان بروبليم بون سي تي ايرور انا اللي نسيت هذه ايرور قلت بون سينو لو ما كانش حليب كونديا شوف ولا كان حليب اون بودر ولا لقيت وي سينو عاود للدار مي سي الحانوت راه مغلوق داكور اصبر ساعه وزيد تعاود تشوف اسكو الحانوت فتح ولا ما فتحش Oui, vous pouvez imaginer
لي ديفيرونت بوسيبيليتي واش يقدر يسرى زعما الحال باش يطلع عندي بي سي يقدر يكون غالا كون كونجي داكور تقدر تكوني غراف دونك لو بروغرام تاعكم بلوس يدخل فيها دي بوسيبيليتي بلوس لو بروغرام تاعكم يكون سوليد يكون كيفاش يقولوا ما يكونش فيه بزاف لي زيرور داكور وهذا واش راني نديرو دوكا هذايا بيان كنا نهضرو على واحد برك كان روبوت بروغرامي باش راح يشري لكم الحليب ولا مام انسان راح يشري الحليب حتى كي واحد يقول لك يبعث شي حليب يقول لك با لا ما بقاش الحليب شكاير باش يشري ولا يبعثوا الخبز كاين الخبز نورمال ما كانش تجيب لنا خبز واسمه هذاك تاع الشعير ولا تاع سكوبيدو ولا جيب دي كرواسون ولا جيب لنا دونك هذا العفايس هادو مع كاع سي صافي بارتي دو لا بروغراماسيون دونك هادو ما اللي زعما اللي كي تقول اسكو راه مفتوح ولا لا 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 بروغراماسيون سي تلقاوها كيفاش يقولوا اون انجلي يقولوا اف اف معناتها ولا وكان زعما حنايا لي زالجيريان اللي اون انفونتي لا بروغراماسيون لي زورديناتور كاع يتعلموا يقولوا ولا او ليو حنايا نتعلموا يقولوا اف هذا ما كان دوك لا رياليتي هادوما زعما كيما تقول زعما اشيت دو ساشي تاع الحليب بون راح نشرو الحليب لا كونتيتي وشنو هي ولا كاين اون ساشي شي زوج ولا لقيت اون بواط شري وحده دوك هذا لا كونتيتي هادي سي اون فاريابل دوك فاري سولو لو تيب تاع الحليب باسكو فيه ربع حليب ولا اون ليكيد ولا اون تاني ليكيد كونديسي اون بواط ولا اون بودر داكور ولا تقدر اون بودر تقول ماشي الكيلو داكور بو امبورت مي هادو ما سي سكو نابيل دي لا ستركتور تاع لا بروغراماسيون لا ماجوريتي تاع لي بروغرام ولا دي لونغاج دو بروغراماسيون فيهم لي فاريابل دونك حاجه اللي تبدل كيما لو نومبر تاع لا كونتيتي تاع الحليب كيما هنا زعما يقدر يكون عندك او دي بي يكون عندك سيرتان سوم دارجون تمد لو روبو تاع يقولو هاك دراهم هذا تعطي له دراهم ومن بعد كيرجع لك الصر دونك كاين اون فون كاين دي زوبيراسيون ماتيماتيك كيما لاديسيون لا سوستراكسيون وروح عند لي بي سي سي اون فونكسيون دونك تروح عند لي بي سي اشري سي اون فونكسيون تاني وهذه لا فونكسيون الداخل واش فيها فيها اون اوبيراسيون ماتيماتيك اسكو كاين الحليب باغ اكزومبل اون ساشي هذه سي اون تاني راك دوموندي حاجه دونك تو دوموند ولا كاين يقول لك وي ولا لا لا ونشوفوا هادو ماسك اون ابل زي زوبيراتور لوجيك يقول لك ولا كاين سي فري ولا ما كاينش سي فو هذه هي لا بروغراماسيون دونك سي با سورسي دونك اون فوف هادي كوم سي اون انتروداكسيون Je vais faire de mon mieux dès que j'ai eu le temps de faire en utilisant Python, mais on peut aussi utiliser d'autres langages de programmation. Mais comme le groupe il est essentiellement ça tourne autour de Python, je vais me consacrer à faire avec Python. Je vais vous donner des exemples concrets. D'accord. À très bientôt. N'oubliez pas de vous to subscribe, donc de vous abonner et à très bientôt. Bye bye.